فهذا جواب على موضوع كثر حوله السؤال وانتشر في آخر الزمان، يتعلق بالمسابقات التجارية التي يعني تقوم بها بعض المحلات التجارية أو بعض الجهات المعينة. فأنا أتكلم أحاول أن أبسط يعني حتى يبلغ الكلام أكبر عدد ممكن من الناس. الأصل في السبق المسابقة هي الجواز إذا لم يكن المتسابق عليه شيئا ممنوعا يعني محرما ولا يشتمل على إثم ولا ظلم ولا ضرر، ولكن المنتشر في المعاملات هو الآتي. مثلا بعض الريزو يبعث أسئلة دينية ولا ثقافية، يقول لك أجب على هذا السؤال عندك جائزة كذا، ولكن يقول سعر المكالمة أو سعر الأسماس 70 دينار. احنا في العادة الأسماس بلك 100 دولار ولا 1000 فرنك، والله هو يقول لك 70 دينار. هذه صورة من الصور. الصورة الثانية ما يفعله بعض التجار في المحلات، يقول لك إذا كان إنسان قضى من عندي من عند السوبيرات مثلا قسم 1,000,000 نمد له كذا 100,000 قضيان ولا 20,000 ولا 50,000 ولا نعطي له جائزة هاتف ولا ساعة ولا أي شيء من هذا القبيل. كاين صفة ثالثة اللي خلتني نجاوب على هذا السؤال، واحد الأخ اسمه رياض من طارف تحية له، على كل حال بعث سؤال مستعجل على خاوتنا تاع لي ريزو تليفونيك تاع اللي يبيعوا الهواتف ولا يبيعوا لي بيس، سواء ماهيش إشعارات هذه باينة، سواء جيزي ولا أريدو ولا موبيليس، هذو داروا لهم مسابقة. بالنسبة للقاعدة في المسابقات ما هي؟ قلت أولا ما تكونش فيها شيء محرم، ثانيا أنك لا تشارك في الجائزة. كيف تشارك في الجائزة؟ إذا كان هذاك المال الذي دفعته أنت مثلا من علامات القمار والميسر أنه يفرض عليك رسوما، قلك تدفع 50,000 ولا 100,000 والله باش تدخل المسابقة، إذا رأيت أي مسابقة يفرض عليك دفع رسوم هذا قمار، اجتنبها مباشرة. كيف تعرفها؟ تقول لي أنا بعثت أسماس بارك، شحال تسوي الأسماس؟ 70 دينار قمار ميسر. لو كان أسماس عادية قال يسألك يقول لك ما هي عاصمة مش عارف أنا الصين، ولا تقول له بكين تدي جائزة، ما عليش. أسماس كما مالف تبعث أسماس واحد تقول له نتلاقاو في القهوة ولا في الجامعة. أما إذا فيها زيادة فهي قمار وميسر، لأنك شاركت في الجائزة بمالك. نعطيكم واحد الضابط مليح ياسر في المسابقات مثلا الجوارية ولا بين الأحياء. مثلا البلدية تنظم نقولوا حنايا سباق تاع الدرجات الهوائية ولا ماراطون، تقول يشارك فيه نعطي له جائزة معينة، بشرط أنت ما تشاركش بمبلغ باش تدخل المسابقة. إذا كان الطرف الذي يدفع الجوائز غير مشارك في السباق، أي طرف ثالث قال نحن نتنافس منافسة مباحة وكما مسابقة القرآن الكريم، والذي يدفع الجائزة طرف ثالث يكون الدولة ولا الحكومة، شاف دائرة ولا المير ولا رئيس الدولة ولا وزارة الثقافة تدير جائزة، قال جائزة الشعر الثوري تاع نوفمبر، يشاركوا الناس، تشارك بالورقة نتاعك وتبعث رسالة عادية سواء عن طريق الإيميل ولا تبعثها عن طريق المراسلات كما بكري يبعثوا في البرية كما نقولوا. إذن باختصار إذا كان الذي يدفع الجائزة غير متسابق فهي جائزة، أما إذا جائزة يعني مباحة، أما إذا كان يشارك قال جمعين اشتركوا هنا ينديروا في الكارتي هذا نديروا منافسة رياضية كل واحد فينا يجيب 50,000 وليربح يدي الجائزة، هذا لا يجوز، لأن السبق إذا كان مترددا بين أن تكون غانما أو غارما فلا يجوز، أما إذا كنت غانما أو سالما فيجوز. ما معنى هذا؟ أن نروح نلعب ولا ندير هذه الرياضة ولا ندير هذه المسابقة الثقافية، إذا ربحت هندي جائزة، إذا ربحت ما خسرت ولو، بس إذا كان إذا ربحت ندي جائزة وإذا خسرت يديو لي الصور هذا قمار. نبسط سوبيرات مثلا كما هذا قال يقول يقضي من عندي 100 نقطة يدير 100 بوان مثلا كل سلعة يدير لها نقطة اللي تشريها يوميا إزيز وجافيل وخبز وحليب وطماطيش وقهوة وسكر،
انت تقضي تقضي كي توصل 100 نقطة يعطيك جائزة، هذا جائز بشرطين. الشرط الأول مول سيبيرت ما يزيدش في الأسعار، لأنه بعضهم ربما يقول لك أنا ذلك جائزة ما ترعيش يعطيك بطاطا شوكولا ولا قادر يدي لك سيارة جائزة، يولي يطلع الأسعار. إذا كان ليترة تاع زيت سوى 12500 هو يديرها لك ب 20000، تقول معليش تستاهل يعني احنا ربع سيارة. إذا كان صاحب المحل يزيد في الأسعار كما قال الإمام بن عثيمين فهذا قمار. ثانيا الشرط الثاني اللي خاص بالمشتري، إذا كان أنا وكنجيو الجواب تاع جماعة التليفون، إذا كان أنا نستفيد من الموضوع نتاع السلعة، أنا يومين نشري زيت ونشري قهوة ونشري سكر، عوض ما نشري من السيبيرات هذيك نشري من هذا اللي دار جائزة ولا يزيدني نقاط، يجوز كما قال ابن عثيمين وابن باز والألباني. أنا حنشري هو راه يدير لي في اللوجيسيال نقاط، فلان راك 600 نقطة ادي حاجة تاع باميل ولا تاع 50 ولا هكا حاجة هدية، هذا جائز. أما السؤال اللي سألوا له إخواننا تاع التليفون قال لك لي ريزو هذو أوبيراتور ولا قالوا لهم شوفوا اللي بيعنا أكبر عدد من لي بيس عنده مليار ولا مليار ونص ولا سيارة، واش ولاو يديروا خاوتنا ولاو يبيعوا فيهم بالخسارة والله يفتح ويرمي والله يمد فيهم باطل. المهم أنايا نوصل لهذاك العدد تاع 1000 بيس في الشهر مثلا، هذا لا يجوز لا يجوز. لماذا؟ لأنه إهدار للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. علاه أنت يا لابيس تاع 200000 تبيع فيها ب50، حب نبيع بزاف وممكن يولي يمزق ويفتح ويدير هكذا ايدونتيتي تاع خوه ولا تاع بنو ولا تاع أخته ولا تاع أمه، المهم راني بعت. يروح يحاسب عند موبيليس ولا عند نجمة ولا عند جيزي يقول لهم راني بعت 1000 بيس، وهما في الحقيقة باع 50 ولا 60 والباقي كل حرقهم رماهم هكذا. إخواننا هذا العمل غير جائز لأنك غارم والجائزة غير مضمونة أصلا، وانت في سبيل الحصول على هذا هذه الجائزة ضيعت مالا كثيرا من غير طائل. واضح؟ إذن هنا ماذا وقع؟ وقع أنه باع السلعة بأقل من ثمنها خسر دراهم، وممكن مدها باطل باش يوصل للعدد نتاع ينافس فيه زملائه اللي يبيعوا نفس الهواتف والليبيوس. معليش انا ننشط انا كي يقولوا لي لو كان تبيع بزاف ليبيوس نعطيك جائزه، ندير اشهار ندير في التليفون بيبليكاسيون نتصل بالناس يا جماعه شو من عندي، هذا جائز. هذا لانه اصلا لماذا التجار يديروا هذه المسابقات؟ بور موتيفي لي جون باش يحفزوا الناس يشيو من عندهم، هذا جائز، هذه منافسه شريفه. بصح انت اذا كان راح تشري اشياء مش محتاجها، ايا مثلا مولا حانوت يقول لنا جماعه ليش من عندي ايزيز مثلا ولا جافيل ولا عنده جائزه عمره لشخصين، روح انا نشري بالقرعه تاع جافيل ونفرغ في المجيريه، فرغ المهم نشري بالك وراه ماركيلي هاك شريت 100 قرعه 200 قرعه، وهذا اللي رميته هذا وش مال هذا ولا لا؟ هذا تبذير. ولا تشري حاجه ما تحتاجهاش اصلا تشريها وترميها. إذا قلنا الضابط في المسابقات سواء كانت مسابقة ثقافية بالأس أم أس ولا بالتليفون، إذا اشترطوا رسوم تدفع أموال فلا يجوز. إذا كان تاجر دار سلعة وقال لكم اللي يشري من عندي عدد معين يسجلك وبعدين يعطيك جائزة والله يدير لك تخفيض خاص بك ولا يعطيك دراهم ديريكتوم ولا تخير سلعة، أنت مستفيد من السلعة، هو يبيع بدون أن يغير الثمن، هذا جائز. إذا كانت المسابقة فيها متسابقين كومبيتيسيون منافسة اللي يمد الجائزة ما يكونوش المشاركين، ما نشاركش أنا ب50 ولا ب100 ومن بعدين نحصل جائزة يديها أنا يديها الأخ، إلا أديت هنا راني غانم وإلا أديها المنافس راني غارم، هذا أيضا لا يجوز. أما إذا كان واضع الجائزة طرفا ثالثا كان حكومة ولا دولة ولا هيئة ولا وزارة ولا فهذا جائز ولا حرج فيه. أرجو أن يكون الجواب واضحا في كل هذه الصيغ التي مضى ذكرها، والناس ماذا بينا يعودوا يستفتيوا قبل ما يفعلوا هذا الشيء. تخيل درك الناس هذو اللي راهم داروا هذه المعاملة وش خسروا دراهم وبعدين تقول له حبس ما يجوز، بالك راه قريب بيدي الجائزة وتقول له حبس. إذا أنت لو سألت قبل أن تفعل لكان الجواب أسهل، نقول اسأل قبل أن تعمل. احنا بعد ما يفعل الأشياء ويدير المعاملة وبعدين يقول لك شيخ ما هو الحل، روح يخوض في عقد ربوي ضخم
بالملايير يسقسيونا على الملايير. هم اليوم احنا ما شفناهش حتى في فوتو بصح يسقسيك معليش راح نجيب تاع 5 ملايير وكذا. حبس حبس وراك رايح وراك رايح. هذا سقسى قبل مين يقول لك راني جبت وراني دخلت وراهم في الادوان وهم داخلين وفرضوا عليا رسوم وواحد يقول له فرضوا عليا رشوه. واش ندير لك انا واش ندير لك انا؟ انا لا املك السموات والارض ولا املك دون ذلك. نسال الله ان يفقهنا في الدين ويجنبنا الحرام ويرزقنا واياكم الحلال الطيب.